ازيكم يا مواليد برج العذراء؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العذراء ليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024. هتخطط النهاردة عشان تتقدم في مشروع، بدل من انك تخسر هتحاول انك تستشير اهل الخبرة في الفترات الجاية عشان تحصل على افضل النتائج بالنسبة لك. لما يبقى الموضوع متعلق بشؤونك المالية هتبقى حذر ومراعي جدا في يومك ده. يومك مثالي عشان تستثمر بشكل كبير وتتحلى بالصبر واليقظة. هتاخد قرارات مدروسة أكتر حتى لو ابتدت تبقى مملة ومتعبة بالنسبة لك. هتبقى في نفقات غير متوقعة في طريقك، هتقوم بأنك توضع استراتيجيات وتتكيف معاهم وتنتقل في الأمور المالية بحكمة. هتضع كل ده في اعتبارك، عندك انضباط مالي ودي فضيلتك الأساسية. هتبقى حذر أكتر في الفترات الجاية، ممكن يحصل ليك مشكلة بين شريك حياتك وهتسبب ليك ضياع للأشخاص اللي حواليك، وده هيخليه يحصل فيه أزمات. فهتبقى حذر أكتر وهتهتم بكل اللي انت عنده. بالنسبة ليك هتتخلص من كل التوتر اللي عندك والقلق بمتابعة الطبيب النفسي الخاص فيك عشان تنعم بصحة كويسة في الفترات الجاية. النهاردة هتبقى في تغيرات إيجابية بحياتها خلال الفترات الجاية. ممكن تخسر شريك حياتك في الفترات الجاية لو ابتدى يبقى في إهمال زايد بالشكل الكبير ده. عليك إنك تهتم أكتر بنفسك وهتبتدي تتوافق أكتر مع الأبراج.